السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الماتيماتيك فينونسيير دو سيمستر 2 سي لابارتي 33. اليوم إن شاء الله غنشوفو الفالور اكسيال بالنسبة لي زانويتي فاريابل، يعني غنبقاو في الانويتي فاريابل ونشوفو الفالور اكسيال. دونك نشوفو لي زانويتي فاريابل ولا كيلكونك فالور اكتويل، يعني يا ديك في زيرو فالور اكتويل. الوغ بالنسبه لا فالور اكتويل لا ميم شوز، كاين فين دو بيريود وكاين دي بي دو بيريود. بالنسبه الفين دو بيريود هاي العلاقه ديال الفالور اكتويل، المهم هي دايره بحال هكا، la somme ديال الانويتي ديال واحد البيريود بي مثلا واحد، كنديرو واحد زائد لوطو اس ناقص بي. مثلا اذا هنا كانت واحد ندير واحد، جوج ندير جوج، اكسيتيرا، راه كندير لا صوم ديالهم. يعني بعبارة اخرى نديرو بحال هكا، ناخدو الانويتي الاولى واحد زائد لوطو اس ناقص واحد، زائد الانويتي الثانية واحد زائد لوطو اس ناقص اثنان، زائد الانويتي الثالثة أوس واحد زائد لوطو أوس ناقص ثلاثة إكسيتيرا إكسيتيرا، حتى الأنويتي إن في واحد زائد لوطو أوس ناقص إن. أما بالنسبة الفالور أكتويال ديال الأنويتي دو دي بي دو بيريود، دونك لا فالور أكتويال في زيرو هي لا صوم ديال الأنويتي إي في واحد زائد لوطو أوس ناقص بي زائد واحد. يعني بعبارة أخرى كنجي كنحسب، كنبدا بالأنويتي الأولى كنزيد لها الانويتي الثانية اس واحد زائد لوطو اس ناقص واحد، زائد الانويتي الثالثة فوا واحد زائد لوطو اس ناقص اثنان، زائد اكسيتيرا اكسيتيرا، حتى الانويتي الاخيرة اس واحد زائد لوطو اس ناقص ان زائد ان ناقص واحد، عفوا ان عفوا ان زائد واحد، كنديرو زائد واحد. الوغ ناخدو ابليكاسيون نخدم عليها نشوفو لي كالكول. دونك هنايا عندنا ان انديفيدي ا كونستيتيي ان بلاسمون بار 6 annuités variables au taux d'intérêt de 10%. Je vais vous montrer comment je vais faire. Par exemple, les annuités mensuelles, les mensualités, le taux annuel, على خاصني نخدم بلو طو ايكيفالون مونسيل، طو ايكيفالون مونسيل باش كنخدم. عطاوني مثلا لي زانويتي سيمستريال ولو طو دان انتيغي انيال، خاصني نخدم بلو طو سيمستريال ايكيفالون سيمستريال ضروري، المهم عندي باينه. الوغ لي زانويتي سون كوم سوي، لانويتي 1 7000 درهم، لانويتي 2 7500 درهم، لانويتي 3 9000 درهم، لانويتي 4 8400 درهم، لانويتي 5 5600 درهم، و لانويتي 6 كتساوي 8800 درهم. السؤال هو نحسبو لا فالور اكيز. الوغ نبداو باول حاجة، اول كا هي فان دو بيريود، يعني ان لي فيرسمون كانو فان دو بيريود. الوغ فان دو بيريود نطبقو العلاقة هي، نبدا بالانويتي الاولى واحد زائد الطقوس ناقص واحد، يعني باش نحسب لها فالور اكتويال نشد الانويتي الاولى 7000 فوا واحد زائد لوطو هو 10% 10% اس ناقص واحد، زائد الانويتي الثانية 7500 فوا واحد زائد 10% اس حيت راه الثانية اس ناقص جوج، زائد لانويتي الثالثة 9000 فوا واحد زائد 10%
اس ناقص 3 الثالثه زائد اكسيتا. غتبقاو ديروا بحال هكا. شحال نويتي الرابعه؟ 8400. 8400 فوا 1 زائد 10% اس ناقص 4 زائد 5600 فوا 1 زائد 10% اس ناقص 5 زائد اخر انويتي 8800 فوا 1 زائد 10% اس ناقص 6. هكا كنديرو ونحسبوا لا فالور اكيس شحال كتساوي. دونك ما عنديش الوقت باش نحسب ديريكت، نخليكم نتوما تحسبوا النتيجه. المهم هاد الطريقه هي اللي مهمه، يا حسبوا تاكدوا من النتيجه اللي دخلت لكم، ديروا غير هادي في الكالكيل وحسبوها. نمشيو دابا ليكزامبل الثاني. الا كانت عندي الفيرسومون فان بيريود ديبيت بيريود، شوفوا سوبوزو ان اف تي بي دو بيريود. Alors, la valeur acquise في ديبيت بيريود كنبداو باللولة. اللولة انويتي الاولى كنكتبوها، انويتي الاولى 7000، ما كندير لها حتى شي حاجه. كنتبعها الانويتي الثانيه، الانويتي الثانيه كندير لها ناقص بي زائد 1. هنا اس ناقص 1، الانويتي الثانيه اس ناقص 1 دونك نشدو لانويتي الثانية هي 7500 فوا 1 زائد 10% أس ناقص 1 زائد لانويتي الثانية الثالثة عفوا 9000، حيت ديما كنشوفوها لانويتي الثالثة أس 1 زائد لوطو أس ناقص 2. دونك ناخدو لانويتي الثالثة 9000 فوا 1 زائد 10% أس ناقص 2 زائد لانويتي الرابعة 8400 فوا 1 زائد 10% أس ناقص 3 زائد لانويتي الخامسة 5600 فوا 1 زائد لوطو هو 10% أس ناقص 4 زائد آخر وحدة اللي هي 8800 فوا 1 زائد لوطو 10% أس ناقص 5. ونحسبوا لا فالور اكيز شحال كتساوي. دونك ديروا سميتو راه باين الطريقه على الحساب وحسبوها. دونك دابا راه سالينا هاد السي ديال لي زانويتي، بقى لينا واحد جوج دو بارتي عندي لكم لي زيكزيرسيس. البارتي الاولى غنخدم فيها اكزيرسيس او بارتي اخرى ثاني نخدم فيها اكزيرسيس باش ابري ان شاء الله ننتقلوا للشابتر ديال لومبران انديفي، يعني نشوفوا لومبران انديفي وان شاء الله نشوفوا اوسي لومبران اوبليغاتير. نتمنى انكم استفدتم من هذه الاكسبليكاسيون. شكرا للمتابعه ديالكم والى اللقاء.